الله تعالى في سورة الكهف الفتن الأربعة: فتنة الدين وفتنة الدنيا وفتنة العلم وفتنة السلطة. ثم ذكر الله تعالى في أول السورة ما ينجي من الفتن كلها: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وذكر الله ألوان الفتن في سورة العنكبوت التي بدأها الله تعالى بقوله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذه الفتن المتشابكة التي هي أشبه ببيت العنكبوت المتشابك المعقد. ثم ذكر الله أيضا في آخر أثناء هذه السورة، سورة العنكبوت، المنجي من هذه الفتن كلها: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. فالمنجي من الفتن أمران: تلاوة القرآن، تلاوة القرآن قراءة واتباعا، وإقامة الصلاة خشوعا وإتماما. فإذا وفقت إلى قراءة القرآن تلاوة واتباعا وأداء الصلاة خشوعا وإتماما فأنت معصوم بإذن الله من هذه الفتن، يعصمك الله من كل هذه الفتن. فالزم أخا الإيمان، إلزم تلاوة القرآن والزم أداء الصلاة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتلون كتابه ويقيمون الصلاة، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.